ايه رأيك نعمل سباق مع بعض؟ يلا بينا، انا اللي هسبقك على فكرة. انا اللي ممكن حد يساعدني؟ ويوا 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 وي Your heart beats is very fast، وعشان كده لازم تعمل exercise كل يوم to activate blood circulation، وكمان لازم تاكل اكل صحي كل يوم عشان كده قلبها وجعها وهي بتلعب. The heart is the first component of the circulatory system. احنا عرفنا ان circulatory system consists of the heart, blood vessels, blood. طيب عايزين نعرف what is the meaning of the heart. The heart is muscular hollow organ. هو عبارة عن organ hollow مجوف muscular عضلي. طيب what is the size of the heart? It's the size equal to the size of our fist. يعني احنا دلوقتي لو بدأنا نقفل ايدينا على صوابعنا الخمسة هنلاقي ان size of the our fist هنلاقيها نفس equal size the heart. طيب احنا قلنا ان الهارت اتس فيري امبورتنت اورجان. طب اتس لوكيشن بقى، هو اللوكيشن بتاعه فين؟ اتس لوكيتد انسايد ذا تشيست كافيتي تو بروتكت ات، ان هو يقدر يحمي لي الايه الهارت من اي حاجه. طيب هو اتس لوكيتد انسايد ذا تشيست كافيتي بتوين ذا تو لانجز، بين التو لانجز، اقرب اكتر للليفت لانج. وقلنا ان الهارت اتس فيري امبورتنت اورجان. طب الفانكشن بقى بتاعته ايه؟ ات بامبس بلاد ثرو اوت ذا بودي، ان هو بيبدا يعمل بامب للبودي تو اول ذا بودي. وهنعرف مع بعض البامب دي بتحصل فين وامتى ان ديتيلز. The heart consists of four chambers or four rooms على حسب ما احنا عايزين نقول، located in two sides، عندي left side والright side. طب نبدأ نشوف مع بعض كده السايدز اللي موجود فيها. عندي في left side حاجة اسمها left atrium، وبعدين left ventricle، وبعدين في right side عندي right atrium right ventricle، وbetween two sides حاجة اسمها الwall. طب الفانكشن بتاعت الوول دي بتعمل لي ايه؟ قالك ان الوول دي بتعمل separation between two sides، سواء الرايت سايد او الليفت سايد. طب ليه؟ why؟ to prevent mixing of blood in both sides، ان هو بيبدأ يمنعني اختلاط الدم between them. وهنبدأ نعرف ان عندي في الليفت سايد او الرايت سايد بيكون انواع مختلفة من البلد. طيب احنا قلنا في عندي four chambers، في upper chambers وفي lower chambers. فاحنا هنلاحظ ان عندي ال upper chambers دي هنلاقي حاجة اسمها atrium، سواء هي left atrium لو في left side او right atrium لو في right side. وعندي في lower chambers حاجة اسمها ventricle، وفي left ventricle وفي right ventricle. وزي ما احنا قلنا ان الهارت consist of atrium and ventricle and wall، هو كمان consist of حاجة اسمها valve زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عندي الفالف between each atrium and ventricle، هو موجود بين كل atrium and ventricle. طب what is the importance of valve؟ ايه اهمية الفالف؟ قالك ان هي بتعمل allow للblood to flow from the atrium to the ventricle، ان هو بيسمح لان الدم يمر من الاتريوم and الventricle. طب بيعمل ايه تاني؟ قالك ان هو بس بيسمح يعني ان الدم يمشي من الاتريوم للفنتريكل، قالك لا كمان بيعمل prevent it from returning back، ان هو بيمنع الرجوع تاني البلد للاتريوم. وزي ما احنا قلنا ان السيكولاتري سيستم consist of blood vessels، انا عندي blood vessels 3 types. اول حاجة معنا الارتريس، تاني حاجة الفينس، واخر حاجة معايا وهي blood capillaries. طيب عندي الارتريس، ايه هي الارتريس؟ الارتريس هي thick blood vessels، هي عبارة عن blood vessels بتكون thick. طيب ال blood vessels دي بتجيلي منين او بتكون طالعة منين؟ قالك ان هي بتكون طالعة من الهارت، exactly from the two ventricles، اللي هما ايه؟ اول حاجة ال pulmonary artery وال aorta. طب انا عندي what is the function of the blood vessels؟ اول حاجة عندي ان هي بتقدر تعملي transport ال blood من فين لفين، بتعمل transport من الهارت لل all body cells. طيب انا عندي البلاد فيسل دي بتكون شكلها عامل ازاي؟ قالك ان هي بتبتدي بتكون لارج وايت، وبتبدا بقى ان هي تصغر لغايه ما تكون شبه النتورك اوف بلاد كابيلريز. يعني هي كده بتبتدي بتكون لارج وايت ده في البدايه، لكن بتبدا بقى ان هي تصغر لغايه ما تكون نتورك اوف بلاد كابيلريز. والسكند تايب اوف بلاد فيسلز وهو الفينس،
وعندي الفينز هي بتكون عكس الارتريز. طب ازاي بتكون عكس الارتريز؟ هي اول حاجه عباره عن thin blood vessels. احنا كنا قايلين ان الارتريز هي thick blood vessels، لكن الفينز هي عباره عن thin blood vessels. طب بتبتدي منين؟ هي بتبتدي من البلد سيلز وبتبدا ان هي تفضي او ان هي تفتح فين؟ في الهارت، exactly in the two arteria. عندي زي السوبيريو والانفيريو فينا كافا. تاني حاجه البلمونري فينز. What is the function of veins؟ أول حاجة بتبدأ تعمل لي carry لل blood from all body parts to heart عكس إيه؟ ال arteries. إحنا قلنا إن ال arteries بيبدأ يعمل transport لل blood من ال heart لل إيه؟ ال all body cells. لكن هنا عندي بيعمل من ال all body cells لل heart. وعندي البروبرتيز بتاعت الفينز هي بتكون في شكل البلاد كابيلريز، يعني البدايه بتاعتها بتكون كبلاد كابيلريز، بتكون رفيعه جدا وبتبدا تعمل لي كولكشن توجذر ان هم يتجمعوا مع بعض لغايه ما تبقى كبيره. زي ما احنا قلنا ان البلاد كابيلريز اتس وان اوف ذا كومبوننت اوف ذا سيركيولاتوري سيستم. طيب عايزين نعرف اصلا البلاد كابيلريز دي هي عباره عن ايه؟ قال لك ان هي عباره عن نتورك اوف تيني بلاد فيزلز ويز فيري ثين وولز. هي عباره عن شبكه من البلاد فيزلز ويز فيري ثين وولز. طب عايزين نعرف بقى اللوكيشن بتاع البلاد كابيلريز هي موجوده فين؟ قال لك ان هي اتس لوكيتد وذين تيشوز اند اراوند ذا بودي سيلز. هي موجوده بين التيشوز اند اراوند ذا بودي سيلز، محاطه بالبودي سيلز. طيب احنا عرفنا ان البلاد كابيلز دي اتس فيري امبورتنت. طب ايه الفانكشن بتاعها ايه؟ قال لك ان هي تو فانكشنز. اول حاجه زي كونكت ذا اندز اوف ارتريز اند ذا بيجنينج اوف فينز، ان هي بتبدا تعمل لي كونكشن بتوين ايه؟ نهايه الارتريز ببدايه الفينز. طب تاني حاجه قال لك ان هي ذير ثين وولز، هي عندها ثين وولز، هي عندها جدارات رفيعه جدا. طب بتعمل لي ايه؟ قال لك ان هي اللو بلاد تو ديليفر دايجستد فود اند اوكسجين، ان هي بتبدا تعمل لي كات ديليفري ان هي توصل لي الدايجستد فود والاكسجين جاز لايه؟ للبودي سيلز. طب تاني حاجه هي بتعمل لي كاريز كربون دايوكسيد اند ويستد اوت اوف ذا بودي سيلز، ان هي بتبدا تحمل لي الكربون دايوكسيد والويستس بره البودي سيلز. وزي ما احنا قلنا ان السيركيولاتوري سيستم كونسيست اوف بلاد، فعايزين نعرف يعني ايه بلاد وهو بيتكون من ايه. طيب البلاد هو عباره عن ريد فلويد ذات باسز ثرو ذا بلاد فيزلز، هو عباره عن سائل احمر بيمر لي خلال البلاد فيزلز. طيب هو بقى بيتكون من ايه البلاد؟ قالك ان هو بيتكون من اربع حاجات. اول حاجه عندي الريد بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز، البلاد بلاتلتس، واخر حاجه معايا وهي البلازما. هنتكلم عن واحده واحده بالتفصيل. واول حاجه معانا هي الريد بلاد سيلز. طب يعني ايه ريد بلاد سيلز؟ الريد بلاد سيلز هي عباره عن ريد سيلز، خلايا حمراء ويز اوت نيوكلاي، هي ما عندهاش نيوكلاي. طب الفانكشن بتاعتها ايه؟ اول حاجه معايا ان هي زي كاري اكسجين فروم ذا لونج تو اول بودي سيلز، ان هي بتبدا تاخد لي الاكسجين من اللونج تو اول بودي سيلز. تاني حاجه معايا وهي ان هي كاري كربون دايوكسيد من البودي سيلز لللونجز عكس الاكسجين، يعني الاكسجين من اللونج للبودي سيلز لكن الكربون دايوكسيد عند من البودي سيلز لللونجز. طب الوايت بلاد سيلز من اسمها كده هي ايه؟ وايت سيلز، هي عباره عن خلايا بيضه جدا with different forms of nuclei. طيب يعني هي كده عندي فيها النيوكلاي. طب الفانكشن بتاعتها ايه بقى الوايت بلاد سيلز؟ هي المسؤوله عن المناعه في جسم الانسان. طب ازاي؟ they defend the body against microbes، هي بتبدا تدافع عن الجسم ضد اي ميكروبس داخل الجسم. طيب تالت حاجه معايا وهي البلاد بلاتلتس، وهي مسؤوله عندي عن تجلط الدم. طب هي ايه اصلا البلاد بلاتلتس؟ قالك ان هي زي ار سمول سيل فراجمنتس، هي عباره عن اجزاء صغيره او اجزاء من الخلايا صغيره. طب الفانكشن بتاعتها زي هيلب ان كوجوليشن اوف بلادز، هي بتساعد على تجلط الدم. يعني مثلا لو طفل اتعور فهي بتبدا بلاد بلاتلتس ان هي تشتغل وتعمل لي تجلط للدم اللي هي تنشف الدم. واخر حاجه معانا وهي البلازما، والبلازما هي عباره عن يلو ووتري فلويد، هي عباره عن سائل اصفر. بنلاحظ فيه ان الاول بلاد كومبوننتس بتكون ار سسبندد، متعلقه فيه. طب ايه هي اصلا البلاد كومبوننتس؟ عندي زي الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبلاد بلاتلتس. الكوشن بتاعت البلازما ايه هي؟ اول حاجه ات كاريز ذا نيدد دايجستد فود تو بودي سيلز، ان هي بنبدا ننقل الدايجستد فود للبودي سيلز. طب تاني حاجه ات كاريز هارمفول ويستس لايه؟ للانذر سيلز، عشان يبدا الجسم يتخلص منها. السلام عليكم، هنبدا دلوقتي ناخد بلاد سيركيوليشن. اول حاجه لازم نعرفها ان انا عندي blood carry carbon dioxide. blood carry carbon dioxide coming from all the body، هيبدأ يدخل لل right atrium. طب هيدخل عن طريق ايه؟ هيبدأ يدخل عن طريق اول حاجه superior vena cava و inferior vena cava،
يبقى انا دلوقتي عندي الدم البلد كاري كربون دايوكسيد، دلوقتي موجود فين؟ في الرايت اتريوم. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يبدا ان انا عندي هنا البلد كاري كربون دايوكسيد فلو انتو رايت فنتريكل، هيبدا يخش للرايت فنتريكل. طب هيخش عن طريق ايه؟ هيخش عن طريق الفالف. يبقى انا دلوقتي عندي البلد كاري كربون دايوكسيد موجود فين دلوقتي؟ موجود في الرايت فنتريكل. ايه اللي بيبدا يحصل بعد كده؟ بيبدا ان عندي دلوقتي الرايت فنتريكل يبدا يحصل له ايه؟ كونتراكت. كونتراكت اللي هو يبدا ان هو ينقبض and bombing blood to the two lungs، يبدا ان هو يعمل كونتراكت يبدا ينقبض and bomb the blood to the lungs، يبدا يمشي ان هو البلد يبدا يروح يروح يمشي 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 لغاية لما يوصل للتو لانس. طيب هو ماشي خلال ايه؟ ماشي خلال حاجة اسمها ايه؟ بولمناري ارتري. بولمناري ارتري اللي هو بنقول عليه الشريان الرئوي، بولمناري ارتري. طيب انا دلوقتي عندي الدم او البلد دخل جوه اللانس، ايه اللي بيحصل بقى انسايد ذا لانس؟ نبدأ هنا الجزء بقى التاني. انسايد ذا لانس بيبدأ يحصل هنا ايه؟ كربون دايوكسيد اكستشينج ويز اوكسجين، يبدا يعمل تبادل معاه الاكسجين. يعني انا دلوقتي الدم بقى عنده ايه؟ بقى عنده اكسجين. دلوقتي بلاد ويز اوكسجين هيبدا يخش هنا، دلوقتي بقى كار اكسجين هيبدا ان هو يخش للليفت اتريوم، بدا دلوقتي يخش للليفت اتريوم. طب الله، هو دخل عن طريق ايه؟ دخل عن طريق بولمناري فينس، دول اسمهم بولمناري فينس. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيبدا هنا هو البلد كاري اكسجين ما تنسوش يبدا يخش فلو انتو، هيبدا يدخل لايه؟ للليفت فنتريكل. يبقى انا دلوقتي بدا الدم هنا هو الكاري اكسجين يبدا يخش للايه؟ للليفت فنتريكل، هيخش عن طريق الايه؟ الفالف. نفس الكلام يبدا دلوقتي عندي الليفت فنتريكل يبدا يحصل له ايه؟ كونتراكتس اند بامب ذا بلاد، يبدا ان هو بامب ذا بلاد تو اول ذا بودي، يبدا ان هو يوزع الدم لكل الجسم. طب الدم هيمشي فين الاول؟ الدم هيمشي في ايوتا ارتريا. وبكده نكون خلصنا البلاد سيركيوليشن. How to maintain the circulatory system healthy. 1. Keep exercising to strengthen the heart muscle and to activate the blood circulation. 2. Eat healthy and balanced food that is low in fat and salt. 3. Eat more fresh and clean vegetables and fruits. 4. Drink an appropriate, a suitable, amount of clean water every day, especially in summer. 5. Avoid exposure to infections and accidents and when you are wounded. 8. Try to stop bleeding. B. Clean the wound and treat it. 6. Avoid smoking and smokers, where smoking A. harms the heart. B. weakens the blood circulation.